بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير. تحية مسائية عطرة نبعثها لكم من رحاب برنامجكم اليوم، برنامج مفاتيح الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. نواصل دائما في طرح المواضيع، سنجد الحلول والمفاتيح من أجل لمجتمع آمن وأسرة آمنة. نتحدث اليوم وتكون الأسرة آمنة عندما تعيش تحت المودة والرحمة والسكينة التي يساهم في خلقها أفراد الأسرة، ولكن للأسف الشديد وحسب آخر التقارير من جهات رسمية أكدت أن أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان تكون داخل الأسرة، وإذا حدث انتهاك داخل الأسرة وعنف داخل الأسرة أكيد ستكون تداعي خطيرة على المجتمع. هذا العنف للأسف الشديد ازداد وبحدة هذه السنة في ظل جائحة كورونا وما خلفته من الحجر الصحي داخل الأسرة. هناك الكثير من الشكاوي، وإن هذه الشكاوى إن تكون محتشمة وتكون دائما في خانة المسكوت عنه بحكم العرف الاجتماعي، كثير من كما ذكرت من حالات العنف الذي أخذ أشكال عديدة، عنف مادي وعنف معنوي. نتحدث اليوم في برنامج مفاتيح هذه الأمسية المباركة، ونتمنى إن شاء الله أن تشاركون عبر أرقام الهاتف. نتحدث ونسأل، ما هو العنف؟ متى نقول أن الأسرة هناك عنف داخل الأسرة؟ ما أسباب هذا العنف؟ ما هو السبب في استمرار هذا العنف رغم وجود القوانين التي تحمي كل فرد من أفراد المجتمع داخل هذه الأسرة التي ذكرت، كما ذكرت، دعا الإسلام إلى تكوينها تحت ظل المودة والرحمة. هي نقاط إن شاء الله نثيرها للتساؤل هذه الأمسية على مدار ساعة ونصف من الزمن، ونثير النقاش مع الأساتذة الأفاضل الذين يديرون هذه الجلسة المباركة. أستاذ الفاضل أستاذ عبد القادر حيدة، أهلا ومرحبا. شكرا أختي أمنا، أمسية طيبة لك وللأستاذة سامية وللسادة المشاهدين. أستاذة سامية قطوش أهلا ومرحبا دكتورة. أهلا بك يا أمنا، وأهلا بكل مشاهدين الأفاضل، وأهلا بشيخنا أيضا. شكرا. أهلا ومرحبا. إذا بداية نبدأ بأستاذ عبد القادر حيدة. إذا للأسف الشديد الإسلام دعا إلى تكوين الأسرة تحت المودة والرحمة، يعني هي التي نتمنى منها، أو هي التي من المفروض أن تكون منبع لهذه المودة والرحمة. بداية، متى نقول أن هذه الأسرة تعيش تحت ظل العنف البعيد عن تداعيات الإسلام الذي دعا إلى تكوينها أستاذ الفاضل، حتى نكون في الصورة؟ نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، كما تفضلت الأستاذة يمنى فيما يتعلق بما جاء به الإسلام من تكوين الأسرة على مبادئ وبقيود وبضوابط معينة يكون لها الأثر الإيجابي على الأسرة وعلى المجتمع، وبالتالي على الأمة الإسلامية على وجه الخصوص والإنسانية على وجه العموم. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل أن الإسلام كدين نأى عن كل مظاهر العنف سواء كان حسيا أو معنويا لفظيا أو جسديا، وجعل الإحسان في المعاملات كلها بل وفي العبادات هو شعاره. صحيح. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأشياء التي ظاهرها عنف ولكن مزجت بالإحسان في الإسلام، باعتبار أن الإنسان بغض النظر عن دينه وملته يحتاجها، فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فأعطى الإسلام لكل معاملة الإنسان بغض النظر عن دينه وملته صبغة الإحسان. يعني أن الإسلام كدين لا يقبل العنف جملة وتفصيلا. سبحان الله، يدفع بالتي هي أحسن حتى في ظل العداوة. سبحان أكيد الله أكيد. حتى عندما تكون بل يكون ذلك أدعى. صح. ولذا نجد نماذج النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته عجيبة جدا، وربما سنذكر بعضها إذا كان تيسر الوقت وسمح بذلك الوقت واتسع. نجد العجب العجاب، يعني لا نجد أن المشرع الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه فقط يعني جاء بهذا الشعار، شعار الإحسان والرفق واللين، فقط في مقابلة الرفق واللين، لا، بل في مقابلة العداوة كما ذكرتي الأخت يمنى.
ولذا نجده صلى الله عليه وسلم مدحه ربه بهذا الخلق، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، لأن ما يقابل العنف وش هو؟ يعني من الأخلاق الحسنة اللين والرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قال إذا القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أن العنف هذا الذي تترجمه الأعضاء، العنف اللفظي ربما باللسان أو الجسد ربما باليدين أو الرجلين إلى غير ذلك، هو سببه القلب. صحيح. ولو كنت فظا غليظ القلب، غلظة القلب، شدته، قساوته. نعم. إذا كان امتلأ هذا القلب بالشدة والقساوة ولم يمتلئ باللين والرفق والرحمة، فإن القلب سلطان الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا تجد أن الإنسان الذي ليس طبعه عنيف تجده قريب من الناس، وهو والناس قريبون منه. يعني ولذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتجد دائما الإنسان هذا الذي طبعه العنف، ولو كان الأب تجد الأبناء يفرون منه لأنه طبعا، ولو أو كانت الأم يكون ربما لفظ عنف لفظي إلى غير ذلك. فتجد دائما هذا الإنسان الذي يسبغ نفسه وأخلاقه بهذا الخلق الذميم الذي رده الإسلام ونبذه جملة وتفصيلة، تجده يعني هو بعيد عن الناس وبعيد عن الأسرة وبعيد عن المجتمع وبعيد عن الأمة، والناس يبغضونه لما فيه من هذا الخلق. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الآية ومن آياته خلق لكم من أنفسكم وأزواج لتسكنوا إليها لتسكنوا، يعني من السكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي فيه رفق وفيه ما فيهش عنف، فيه لين، فيه مسامحة، فيه رحمة، هو بيت فيه خير. ولذا نجد في حديث الذي جاء عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا حسيا كان أو معنويا، فإنه يجعل شعارهم الرفق فيما بينهم، في تعاملاتهم الأسرية، معنى فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المجتمع. فلابد يعني هذه الأخلاق، والأخلاق تكتسب، يعني لابد أن نروض أنفسنا عليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يحلي نفسه ويخليها مع الرذائل ويحليها بالفضائل. فإذا كان الإنسان فيه في قلبه قساوة وشدة وعنف، وصار يعني لما امتلأ قلبه بها صار يترجمها بالواقع، يعني حالا وقالا وفعالا على أسرته أو مجتمعه، فعليها أن يغير من نفسه ومن حاله. نعم. ويزكي نفسه بأن يحليها بالفضائل، حتى تترجم أعضاؤه هذا الخلق العظيم الذي كان عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا وصفه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا رحماء بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن للأسف الشديد دكتورة سامية قطوش، من المفترض أن الأسرة هي التي تمدنا بمشاعر السكينة ومشاعر الرحمة للمجتمع، وهي التي تخلق ذلك التوازن وذلك التراحم. ولكن كما ذكرت، يعني الذي يحدث لا يخفى على الجميع أنه اليوم الأسرة للأسف الشديد أصبحت يعني مولدة للعنف قبل أن تولده للمجتمع بين أفرادها. ما الذي يحدث بلغة علم الاجتماع أستاذتي الفاضلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لك مجددا يمنى، تحية لك شيخنا الفاضل، ومرة أخرى تحية لكل المشاهدين الأفاضل. حقيقة الموضوع يسيل كثير من الحبر إذا شئتي، وأعتقد أنه كما تفضلتي من المفروض مبدئيا أن هكذا أننا نبتسم أو أننا نفتخر عندما نتحدث عن الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وباعتبارها صراحة بدون مبالغة أقول معول بناء الأمة في الوقت الذي تحاك ضدها المؤامرات. تعرفي باللي أكثر النظريات الغربية اليوم المعاصرة تؤسس كل مؤامراتها من أجل أقول ربما هدم منظومة القيم داخل المجتمعات العربية، انطلاقا من توجيه السهم نحو الأسرة، لأنه فهمت هذه المجتمعات أن قوة المجتمع العربي، قوة المجتمع المسلم، إنما تكمن في هذه المنظومة الأسرية التي فيها كثير من الاحترام الاجتماعي، التي فيها كثير من منظومة، فيها كثير من القيم التي تغذيها الأعراف الاجتماعية وتتغذى بها علاقتنا الاجتماعية. ولذلك أعتقد أني أوافقك تماما عندما نتحدث عن قوة ووزن المؤسسة، هذه المؤسسة الاجتماعية، من حيث النفوذ داخل المجتمع، ومن حيث تأثيرها على التنشئة الاجتماعية وفي التنشئة الاجتماعية، ومن حيث أيضا إمكانيات
التعويل عليها من أجل الإقلاع الحضاري بامتياز. هذه هي نقطة أولى. نقطة ثانية، عندما نتحدث عن تصدير الأسرة للعنف الذي يحدث، أنه قيم التي يتشبعها الطفل أثناء عملية التنشئة الاجتماعية، أنت تعرفي يا منى السادة الأفاضل أنه الأبناء في المراحل المبكرة يكون عندهم استعداد قوي جدا في 7 سنوات الأولى، يؤكد العلماء عندهم استعداد قوي جدا لتمثل القيم الاجتماعية، ومن ثم تصنع شخصية الفرد داخل المجتمع انطلاقا مما نضخ فيه في هذه السنوات الأولى. أعتقد أنه منظومة القيم التي نضخها، طبيعة الاتجاهات التي نضخها، أعتقد أنه أساليب التنشئة الاجتماعية التي يتبناها الآباء والأمهات داخل الأسرة من شأنه أن يصنع الفرق، الذي يصنع الفرق من منطلق أنه بعض الآباء، خلينا نكون شوية قاسية يا كيمنا، لا ولكن نحن نسرد الوقائع حتى بهدف يعني تصحيح المسار، وليس كذلك أستاذ؟ صحيح. نعم، بهدف تصحيح يعني المسار. بعض الآباء، علاش قلت لك خليني ما نكونش قاسية؟ لأنه بيناتنا لا أحد يزايد على محبة الآباء والآباء الآباء والأمهات لأولادهم، يا أخي هكذا نتفق مبدئيا أننا لا نشك في محبة الآباء والأمهات لأبنائهم، ولكن يجب أن نعترف ضمنيا وكل واحد فينا يجلس مع نفسه ويقول أنه لدينا عناوين خاطئة، لدينا هكذا أخطاء شائعة في تربيتنا وفي تنشئتنا الاجتماعية، على ما فيها من أشياء جميلة وعلى ما فيها من محافظة، ولكن بعض الأحيان عندما يزداد حد المحافظة تنقلب الموازين إلى العكس. صحيح. عندما يزداد أسلوب أو يميل أسلوب التربية مثلا إلى التشدد المفرط، يميل الأمر إلى العكس. نتحدث على بعض الآباء ربي يسامحهم الذين يستعملون أسلوب العنف بطريقة مفرطة، الضرب المبرح. أنت تعرفي باللي على مستوى الاستشارات الاجتماعية نحن نقف على مجموعة من الظواهر الاجتماعية أو التربوية بين قوسين التي لا يصدقها العقل. نعم. أحيانا يمنع عندما يتقدم إليك ابن في سن قولوا مثلا 9 سنوات وتحدثيه وتلقاي ظهره كله يعني هكذا خطوط زرقاء، راهي يعني لو الامر يعني خلاص، خرج على المألوف وخرج على المنطق وخرج على الإنسانية. كي نقول هذه الأمثلة هي أمثلة حقيقية بالضرورة. نعم. نتحدث نعم. على أكيد سنتحدث عن هذه الأمثلة دكتورة سامية، استسمحك أتحدث عن هذه الأمثلة ونتحدث متى نقول، أكيد تفسرين متى نقول أن هذه الأسرة تعيش في ظل العنف، لأنه هناك بعض الآباء ذكرت نقطة مهمة أنهم يمارسون بعض التصرفات وربما جهلا منهم للأسف الشديد. أكيد. يعني عفوا على هذه الكلمة، لا يظنون أنها عنف وإنما في صالح أبنائهم كمنهج من مناهج التربية. أكيد سنصحح هذه النقاط. طيب أستاذي الفاضل، تحدثنا عن الأسرة، الآن الأمر خطير ليس بالأمر الهين، خاصة أنا دائما أريد أن أدخل إلى هذا المدخل الإيماني والعقائدي وكل ذلك، أن هذه الأسرة في نهاية الأمر هي أمانة عندنا من الله سبحانه وتعالى، بنيت على التقوى وبنيت على الإيمان وقراءة سورة الفاتحة. عندما نعبد في هذه الأسرة اللي هي شيء مقدس في الإسلام، ألا تظن أننا نتعدى على حقوقنا وحقوق الله سبحانه وتعالى فينا أستاذي الفاضل؟ وأكيد بالطبع كما ذكرت، يعني الإنسان لما لا يتقيد بتعاليم دين هو ينسى ولا يفقه ولا يفقه معنى أن يكون أسرة. نعم. لأن هناك الشريعة وهناك روح الشريعة. صحيح. روح الشريعة هو المفقود في الغالب. شريعة موجودة، كل الناس يصلون يزكون يصومون يتنافسون في مثل هذه العبادات، ولكن روح الشريعة هو الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشريعة كلها إنما جعلت لجلب المصلحة ودفع المفسدة، عن النفس، عن المال، عن النسب، عن العرض، عن الدين. يعني لو نفقه معاني الرقيقة في الشريعة التي جاء بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجسدها من بعده صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لكنا في منأى عن نتكلم هذه بهذه الصيغة. أو تذكر لنا أستاذة سامية كمختصة اجتماعية عن بعض ظواهر العنف أو مظاهر العنف إن صح التعبير في مجتمع إسلامي، في مجتمع أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الجاهلية الجهلاء إلى مجتمع له شعور وله مشاعر حساسة ورقيقة. يصير الواحد منهم كان يدفي ابنته حية، يصير بعد ذلك يبكي لأهون الأسباب. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني عندما كان يتفقد الحال فإذا بصبي يبكي، فقال أرضعيه لأمه، فامتنعت. في المرة الثالثة قال إنك أم سوء، لماذا لا ترضعينه؟ قالت إن عمر لا يفرض للرضع. كان سيدنا عمر لما دون الدواوين لم يفرض من بيت من المسلمين الرضع، لأنه يرضع من أمه.
يرضع يفرض فقط للصبية الذين يعني فطموا عن الرضاع. سيدنا عمر وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين، انظر هذه الرحمة التي هي في سيدنا عمر رضي الله تعالى الذي ورد وحكى عن نفسه أنه وأد ابنته، يعني صار رقيق إحساسه مرهف، يسقط على رجليه على ركبتيه ويقول كم قتل عمر من أولاد المسلمين، ثم أعلن بأن يفرض للرضع. ماذا تعلمنا أستاذ؟ ماذا تعلمنا؟ يعني شيء عجيب، لابد أن نتخلق الأخلاق. الأخلاق هي وأن نعرف أن هذه الأسرة هي حرمة من حرمات الله، كأن لديها حرمة أستاذي الفاضل، أكيد لا يجب أن ننتهكها ولا ينبغي أن نتعدى تلك الحدود وأن نعيش. يعني كم هو جميل، أنا أريد أن يقتنع الشاب أنه إذا عاش في أسرة في تحت تعاليم الإسلام كم يعيش سعيد. اليوم للأسف الشديد الشاب ربما يكون منحرف، عندما يتوب يصير ماذا؟ متشدد، وبالتالي ينتقل من الانحلال إلى ماذا؟ أو من التفريط إلى الإفراط. هو لا يعرف أن الإسلام هو ما بين التفريط والإفراط، صحيح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا انحلال ولا تفريط في تعاليم الدين ولا تشدد وعنف، ولن يشدد الدين أحد إلا غلبه. انظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يريد منا أن نستجلب هذا الخلق في قلوبنا، يقول إن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق، أو إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه. يرضى شيء، كلنا نسارع في رضا الله سبحانه وتعالى. الرفق هو شيء يرضاه الله سبحانه وتعالى، عيش به مع أسرتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع مجتمعك. إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. الله سبحانه وتعالى إذا كان رأك، إن علم منك الصدق أمدك، إن كان رأك تحب هذا الخلق فإنه يعينك عليه، وتصير إنسان رقيق ذو مشاعر حساسة، يعني لك قلب فيه رحمة، مملوء بالرحمة، مملوء بالسكينة، مملوء بالطمأنينة. أما الذي يريد أن يظهر رجولته بالعنف فلا أظن أن هذه هي الرجولة في منظار الإسلام. في منظار الإسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إحنا انقلبت عندنا الموازين وصرنا نرى أن الإنسان هذا الذي يهابه الناس أو تهابه الزوجة أو يهابه أولاده، إنما عندما يدق الباب هو الذي يضرب، عندما يدخل هو الذي يرفع صوته، هو الذي يفعل كذا مع زوجته، فتصير ترهبه ويرهبه أولاده، يعني فكأنه هو الرجل في البيت، هو يرى أن مظاهر الرجولة بهذه المعايير. ولو أنه خلايا، نعم، ولو أنه عفوا بعد إذنك أكيد ستفصل دكتورة سامية بعد قليل، أنه اليوم ما نسمع من خلايا الإصغاء التي تصغي إلى مشاكل الأسرة، أصبحت حتى المرأة، نكون موضوعيين، هي التي تصنع أحيانا العنف داخل الأسرة وتنكد على الزوج هذه الحياة وتختلق المشاكل دكتورة سامية. طيب دكتورة سامية، قبل أن نصل إلى هذه النقطة المهمة ونفصل فيها، ربما يتساءل المشاهد الآن، متى نقول أن الأسرة، هذه الأسرة تعيش في ظل العنف، صحيح، بلغة علم النفس أو علم الاجتماع؟ صحيح، سؤال في محله ممتاز صراحة، لأنه هذا هو الأصل. أعتقد أنه قياس ظاهرة العنف هو بطريقة هكذا أقول موضوعية، يرتبط بجملة من المتغيرات التي تكون حاضرة اليوم. خلونا دعونا نتفق على أن على تعريف على الأقل هكذا مبدئي، صحيح، للعنف الأسري، نكون في الطريق، يعطيك نعم. صحة باش نتفقوا باللي ما هو العنف الأسري. العنف الأسري كما تفضلتي يقدر يكون عنف الزوجة على الزوج، يقدر يكون عنف الزوج على الزوجة، يقدر يكون عنف الآباء على الأبناء، ويقدر يكون عنف الأبناء أيضا على الآباء، ومن ثم كل هذه العوامل تكون مشتركة. بعض الناس يقول لك إذا كانت هذه العوامل مشتركة، هذا يعني مشتركة، هذه موجودة كلها، هو عنف أسري. نقول مجرد أن يكون هناك حادثة متكررة لممارسات عنيفة فثمة عنف أسري لفظي أو هكذا حسي، يعطيك صحة. لعل أكثر صور العنف أقول شدة هي العنف البدني، العنف الذي يترك آثارا، ولكن العلماء أيضا يقولون أنه لعل العنف الأسري، العنف النفسي مثلا، هو أشد أشكال العنف التي تترك آثارا على المدى البعيد. بطريقة هكذا بسيطة نقولها شيخنا، مثلا يقدر الأب يضرب وليده، ولكن الوجع تاع الضربة ولا الوجع تاع الضرب هذا البدني ربما يدوم لساعة لساعتين، ربما ليوم، ربما لأسبوع، ولكن يندثر تماما، ولكن وقعه النفسي صح. يبقى موجودا ربما إلى مدى الحياة. عندما يأتون أطفال في الاستشارات صدقيني يمنع بعضهم أو أغلبهم، ولا أكون مبالغة إذا قلت أغلبهم، عندما نبحث في خبرتهم الاجتماعية والنفسية ونبحث في تاريخهم النفسي والاجتماعي
تجدين بعض الأشياء التي يعيشونها اليوم هي مرتبطة ربما بظاهرة عنف أو بحالة عنف أو بممارسة عنيفة كان عاشها هذا الابن في سن 5 سنين، وتترك وربما تداعياتها. ثلاث سنين وربما 4 سنين تترك أثرها، لأنه هذا هو بعض الأشياء التي نمارسها على أبنائنا إنما لديها أثر رجعي. ومن ثم أعتقد باللي كل أسرة فيها مثل هذه الممارسات فيها عنف أسري. عندما نتحدث عن مظاهر العنف الأسري، تفضلتي مشكورة وقلتي باللي العنف الأسري ليس بالضرورة أن تمتد يد الواحد من الأفراد داخل الأسرة إلى الآخر، ومن ثم تكون هناك آثار هكذا تاع وجع ولا تاع لكمات ولا أي نوع من هذا القبيل اللي هي نتائج الضرب. ولكن يمكن أن يكون أيضا العنف نفسي اللي هو دائما إهانة الزوجة مثلا، أو العكس إهانة الزوج ربما ما ذلته، يعني إذلاله إلى درجة أنه دائما يحس روحه ناقص ناقص ناقص. وهذا تمارسه بعض النساء ويمارسه بعض الأزواج أيضا على زوجتهم، ويمارسه بعض الآباء والأمهات على أبنائهم. الطفل هذا اللي مثلا أصلا في تركيبته النفسية يمنى يكون هو طفل حساس جدا، هذا الطفل الحساس بمجرد أنه نحبط من معنوياته يفقد السيطرة على الذات ويفقد أيضا الثقة بالنفس، ومن ثم كل كلمة سيئة من شأنها أن تضعف الأداء لديه وتضعف الإنجاز لديه وتخلخل ثقته بذاته. هذا كي نقول كلمة برك سيئة، فما بالك إذا كان الضرب المبرح، إذا ربما كان ربما يكون وقعها أكثر يعني. هذا هو ولذلك أعتقد باللي القتل النفسي هو أشد أيضا ربما صور القتل الصمت التي الرهيب. يمكن نعم. أن تحدث الصمت بين الأزواج هو عبارة عن عنف رمزي. نعم. بعض الأمهات والزوجات تجي تقول لك أنا خلاص مليت وأريد أن أطلب الطلاق، تقول لها طيب لماذا، يعني عاقل زوجك؟ تقول لي عاقل يعني يضرب؟ لا ما يضربش، ولكن هو يقتلني بالصمت. تجاهل وفيه ظاهرة، هذه ظاهرة. هو الأزواج الصامتون في الحقيقة هي ظاهرة موجودة على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، يعني إلى درجة أنه هذا الزوجة تقول لك صمت قاتل. نتمنى نعم. يقعد يتكلم ويقول لي وينتقدني، عوض أنه بين قوسين قولوها بالدرجة بالتعبير العام، عوض أنه يقتلني بالبارد. نعم. ومن ثم هذه ظاهرة حقيقية، وقفة حقيقية نفسية يجب أن نتحدث عليها. وهنا الذي يحدث، تعرفي باللي مثل هذا العنف اللي هو رمزي، يعني السيد ما قال لها والو ولكن يقتلها نفسيا ويقتلها اجتماعيا، مثل هذا العنف الرمزي من شأنه أيضا أن يؤدي إلى التصحر العاطفي، والتصحر العاطفي كأنه يصنع بيوت شبيهة ببيوت العنكبوت، وهنا إلى درجة أنه فيها برودة عاطفية، فيها برودة نفسية، فيها برودة اجتماعية. وتعرفي صدقيني يمنى ما نقدروش نحكموا هكذا تفاصيل العنف الأسري، لأنه يطال مجموعة من الأفراد. نعم. العنف بين الأزواج هو وحده، العنف نعم. ضد المرأة موضوع واحد آخر، والعنف على الأبناء أيضا مواضيع أخرى. ربما أخطر أنواع العنف التي نأسف أن تكون في مجتمعاتنا الإسلامية التي جعل الله سبحانه وتعالى رضاه من رضا الوالدين، العنف ضد الأصول. الزميلة مريم إسماعيل أعدت لنا ورقة أو ربورتاج حول الموضوع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هي المكانة التي أعطاها الله عز وجل للوالدين في كتابه الكريم، لكن ما يشهده مجتمعنا اليوم من اعتداءات على آباء وأمهات بالضرب والإهانة من طرف فلذات أكبادهم يندى لها الجبين. هذه الظاهرة هذه رانا نشوفوها بزاف منتشرة في بعض الجزائريين، ظاهرة العنف هذه اللي يضربوا الوالدين تاعهم، وهذه تعتبر غير إنسانية وغير إخلاقية. اللي فرط في والديه وليكل حق والديه، ثانيا اللي يتعدى على والديه ويضرب والديه ويدي حق تاع الوالدين تاعو، نورمالمون في القانون العقوبات الجزائرية يتعاقب، لازم تكون العقوبة عليه. الوالدين كاين رب العالمين، وهما الدنيا هذه ما كان حتى حاجة خير من الوالدين. هذه ظاهرة غريبة تعددت الأسباب. السبب الأول عدم الرجوع إلى كتاب الله، تربية الوالدين، المجتمع ككل. والسبب الثاني المال، المال يطغي الإنسان.
انتشرت في محاكمنا حكايات غريبة على مجتمعنا، أبطالها شباب وشابات يمارسون أبشع صور العنف على من وجب علينا برهم وإكرامهم. نص القانون الجزائري على جنحة التعدي على الأصول بصحيح المادة 267 من قانون العقوبات، وهو التعدي أو ضرب أو الجرح بالنسبة إلى الوالدين أو الأصول الشرعيين. وهذا العنف يعني الجسدي من طرف يعني الأبناء لأولادهم أو حتى بالنسبة إلى الأصول الشرعيين راهو يعاقب عليه من الناحية القانونية بنص المادة 267، وتتراوح العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كان هذا الضرر العجز يعني المسبب يكون يعني أقل من 15 يوما عجز عن العمل، وإذا أدى هذا الضرب أو الجروح إلى بطر أحد الأعضاء أو إلى عاهة يعني مستديمة هنا تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان هذا الضرب والجرح العمدي يؤدي إلى وفاة يعني الأصول أو الوالدين فهنا تطبق عقوبة الحبس المؤبد على الجانب. وإن كان الظاهر هو عدم تقبل مجتمعنا لمثل هذه السلوكات، إلا أن الإحصائيات والمحاكم تشهد استمرارا وازديادا لآباء أو أمهات ذاقوا ضرعا من بطش أبنائهم فرموا الكرة للمحاكم. جريمة التعدي على الأصول للأسف الشديد تفشت في المجتمع الجزائري بدليل العديد من القضايا العديدة والمتعددة المطروحة على مستوى مختلف المحاكم التي يلجأ فيها الوالدين من أجل يعني رفع الظلم أولادهم التي عن طريق يعني الضرب عن طريق يعني كل أشكال العنف، وهذا من محاولة منهم لتأديبهم وتطبيق عليهم الإجراءات القانونية. أغلب الأسباب تتعلق بالميراث ويعني الأموال العقارية. كاين هناك أسباب أخرى تتعلق بالانحراف الأولاد والعنف، ويعني ظاهرة العنف يعني في الأسر التي تكون يعني بين الأولاد بين البنت وبين أخيها، وتتطور الأمور حتى تلحق يعني إلى عنف الذي يصل إلى الوالدين. وإن اختلفت أسباب انتشار هذه الظاهرة البشعة إلا أن المؤكد أنها غير مقبولة لا شرعا ولا عرفا. للأسف الشديد كما ذكرت أن نرى هذه الحالات في المجتمع، ولكن دائما نأمل الخير، الخير في وفي أمتي، ودائما من خلال هذا المنبر نحاول أن نصحح المسار ونأخذ بيد بعضنا لنتوعى لنعيش في مجتمع آمن كما دعا إليه الإسلام. أستاذي الفاضل، ربما تحدثنا في الكواليس عن هناك من يتحجج ببعض الآيات القرآنية خاصة في ما يخص داخل الأسرة في ضرب الزوجة أو تربية الأبناء عن طريق الضرب، نصحح هذه المعلومات ربما للمشاهد أستاذي الفاضل. نعم دائما حتى لا تكون مدعاة للعنف. أجل هو ذكرنا في المقدمة أنه الإسلام يرفض العنف جملة وتفصيلا. نعم. يعني ما فيش أي إلا إذا كان هناك بعض الصور التي يراد من خلالها تشويه الإسلام، وإلا فالإسلام يضرب أروع وأحسن الأمثلة في الرفق واللين في الأسرة ولا في المجتمع ولا الإنسان في مقابلة أخي الإنسان أو حتى الحيوان والجماد والنبات، يعني أمثلة راقية ورائعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. يعني دائما في أمور كلها الدنيوية لما يكون هناك رفق ولين في تعاملك في كلها وخصوصا يعني في أسرتك، اعلم أن يكون الأمر فيه جمالية، يكون فيه جمالية. إذا نزع منه الرفق لا تكون فيه تلك الجمالية التي أرادها الإسلام أن تنسى بغابها كل حياتنا.
الإسلام أراد أن تكون كل حياتنا فيها جمالية، لأنه لم يأتي الإسلام فقط لأجل أن نكون فقط دار الآخرة فقط. ولذا سيدنا ربعي قال لرستم قائد الفرس: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الذي تعيشون فيه أنتم إلى سعة الدنيا والآخرة الذين نعيش فيه نحن المسلمون. ما نظنش أن الآخرة فقط، الدنيا مطية المؤمن للآخرة، وينبغي وعاش فيها سادة الأنبياء صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. إذا لما نأتي مثلا في الصبيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أنس: أرحم الناس بالعيال والصبيان. وكان له الصبي يعني من أقربائه يعني في طرف المدينة، ربما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى يقبله ويشمه فقط، يعني ينتقل من مكان إلى مكان لأجل أن يقبل ذلك الصبي أو يشمه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني محى كل ما كان يعيشه أهل الجاهلية، عندما يأتيه الأعرابي في حديث سيدة عائشة الحديث صحيح البخاري ومسلم، يأتيه الأعرابي ويرى النبي ويقول له: تقبلون الصبيان؟ والله ما نقبلهم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، يرجع ذلك إلى القلب، أو أملك لك شيئا أن نزأ الله الرحمة من قلبك؟ لا أملك لك شيئا. إذن يعود دائما الأمر إلى الرحمة، إلى الرحمة التي هي منبعها القلب، إلا من أتى الله بقلب. وبالتالي دائما إذا وجدت زوج ولا أب ولا ابن ولا واحد في المجتمع الإسلامي فيه عنف، الرحمة لا تطمع في وجود الرحمة في قلبه. نعم. يعني هذا هو المكيال. لابد إذا وجدت الرحمة وجد اللين والرفق، إذا لم توجد الرحمة في القلب وجد العنف لفظي ولا جسدي ولا إلى غير ذلك. والعياذ بالله. يأتيه الأقرأ ابن حابس يعني في أيضا عربي في حديث صحيح، وجده يقبل سيدنا الحسن ويلتمه، فصار ينظر إليه نظرة استغراب، يعني تقبل صبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه تلك النظرة يعني تعجبية، فقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد دائما أن الإنسان يستجلب معاني الرحمة والرفق واللين، ويبعد عن نفسه كل مظاهر العنف. فتجد يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. يعني ربما الإنسان يجد في نفسه قسوة، يعني في قلبه شدة، وتترجم تلك القسوة أو الشدة على حياته الأسرية أو على مجتمعه، فينبغي أن يستجلب، قلنا يعني بأن يحلي نفسه ويخليها عن الفضائل ويحليها بالفضائل ويخليها عن الرذائل، ويتسبب في الأشياء التي هذه تجعل الإنسان تزرع الرحمة في قلبه. نعم. ربما هناك بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفهم على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أرحم الناس بالعيال، وكان يعني من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا قدره فليس منا. هو صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثلا في ضرب الأولاد، يقول: مرهم بالصلاة لسبع واضربهم لعشر. موجود هذا الحديث، كلهم من الناس يعرفونه، ولكن صفة الضرب وكيفيته صحيح ومتى، لأنه ربما يكون الضرب سببا لانحراف الولد. ولذا تجد الفقهاء يفصلون في هذا الحديث ويقول: صح، مرهم بالصلاة لسبع واضربهم لعشر، أن يكون الضرب غير مبرح، يعني لا يترك لا أثر، لا يهشم لحما، لا يكسر عظما، لا يهشم لحما. ويقول الفقهاء قيد آخر: وينبغي أن تظن إفادته، يعني تعلم أنك إذا ضربت هذا الضرب الذي ما يهشم لا لحم، يعني يكون تأديبي، يعلم تعلم أنه يجيب نتيجة. إذا علمت أنه لا يأتي بنتيجة، حتى هذه الكيفية والصفة المقررة شرعا التي لا ينبغي أن يزاد عليها بشكل من الأشكال، ينبغي ألا تفعلها. كل هذه الصفة يعني في ضرب الأولاد ينبغي ألا تفعلها إذا كان لا تؤتي ثمارها. فما بالنا، وفي الغالب دائما العنف جسدي والله لفظي ما في حتى ثمار إيجابية. نعم. مستحيل كيف يكون للعنف ثمار إيجابية، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعده عن شريعته وعن أمته. فلذا نجد من تعاليم سادتنا الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعني في لابد من تدرج في خصوصا في الأبناء، في تربية الأبناء. يقول أحدهم: لاطفه سبعة وأدبه سبعة، يعني سبع سنين وانت تلاطف فيه فقط، حتى مرحلة التأديب ما زال. بعد سبع سنوات تلك سبع، انظر، سبع سنوات وتتلاطف فيه، ومن بعد سبع سنوات الأخرى تأديب،
تأديب 7 سنوات مش 7 أيام، ما تظنش أنه لما تأدب ولدك اليوم وغدوة يكون يعني مستقيم على ما 7 سنوات يعني، وبالرفق واللين بعد ما يصير عنده 14 سنة صاحبه 7 يعني، الأم ولا البنت ولا الولد ولا يعني كل ما يليق بالابن وما يليق أو بالذكر أو بالأنثى يعني في احتياجات تصاحبه، فيرى أحوالك أخلاقك مع الناس، ربما تصاحبه إلى المسجد، ربما إلى كذا إلى كذا، فتصاحبه فيأخذ من صحبتك الكثير. وينبغي أن تحرص نفسك هنا، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وبالتالي بعد 21 سنة إذا تتبعت هذه الخطوات التي أولها ماذا؟ الملاطفة والإحسان والرفق واللين، ضرورية جدا لباقي المراحل. أنا ذاك اطلق له الحبل على الغار. نعم، نستقبل سعاد من العاصمة كأول اتصال في البرنامج هذه الأمسية. سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أختي أميرة؟ الحمد لله الأخت سعاد الوفية لقناة القرآن الكريم، أهلا ومرحبا، سمعنا صوتك. الله قد اشتقت إليك. نعم نحن كذلك سعاد، اشتقنا إلى مداخلتك. نعم تفضلي. والله كل يوم يعني كل في كل دائما يعني أحاول أن أتصل بكم ولكن تعذر علي ذلك الأمر. نعم ربما التهطل الكبير للمكالمات، تفضلي الأخت صحيح سعاد. صحيح. نعم. تحياتي لك وإلى الشيخنا عبد القادر الحيدة وإلى الأستاذة المحبوبة سلمى بالطوش. شكرا. نقول لكم بارك الله فيكم على كل ما تقدموا لي مداخلة بسيطة يعني. نعم تفضلي. أتمنى يعني يكونوا يوافقوني الأساتذة، هم أعلم أفضل مني. بالنسبة للعنف الأسري. يعني نحن نعلم بأن الأسرة تتكون من أفراد الأب والأم والأولاد. يعني هذه هي الأسرة. نعم. ولكن أنا شخصياً يعني أقارن الأسرة بين الماضي والحاضر. نعم. الأسرة في الماضي الأم كانت لا تعمل خارج البيت، نعم. أي كل وقتها في المنزل ترعى شؤون الأسرة من زوج وأولاد، وفي بعض الأوقات والأحيان تمتد الأسرة حتى إلى العم والعمة. نعم. الأسرة تكون كبيرة، نعم. ويكون كلهم يعني في بيت واحد، ونجدهم والله يعيشون يعني تحت سقف واحد تعمهم السكينة والهدوء والراحة النفسية خاصة. أنا يعني ندير خط أحمر على الراحة النفسية. نعم. بينما في زمننا هذا أصبح الوضع مختلف. كيف ذلك؟ نعم. ومع غلاء المعيشة يعني أصبحت الأم بالضروري تعمل خارج البيت. نعم، وما دخل هذا في العنف سعاد في رأيك؟ نعم هذا عنف نفسي. نعم، إذا بمجرد يعني بعد المرأة عن البيت يعني يتسبب العنف. لا هذا. يعني نكمل بك فكرة تاعي. نعم تفضل. والزوج كذلك، ولا تلتقي هذه الأسرة إلا في المساء، فتكون الأم متعبة وتدخل مباشرة إلى المطبخ، لا تستطيع حتى أن تتحاور مع أبنائها، بل يعني تكون قاسية معهم نوعا ما. نعم. يعني رغم أن الأم تكون حنينة. نعم. أصبح والله يا أختي أنا لا يعني لا 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 أدري هل توافقني الرأي، أصبح هناك طلاق روح بين الزوج والزوجة. نعم. سامية بالطوش يعني أستاذة سامية بالطوش يعني أكيد تتفصل. نعم. فهي في مجال اجتماع. يعني والله أصبح هناك طلاق روح بين الزوج والزوجة. صحيح. نعم. لا أقول في جميع الأسر بل في جميع أسرنا. نعم. ومع التكنولوجيا نجد كل واحد في زاوية مع هاتف النقال، الأم الأب والأولاد. نعم. لا حوار لا سكينة اغتراب. نعم. لا مودة لا حب، لا أقول حب بل أقول يعني السكينة. أليس هذا بربكم بالعنف الأسري النفسي أو المعنوي الذي في نظري هو أصعب جدا من العنف الجسدي؟ نعم صحيح صحيح، بارك الله فيك. يعني هذه مداخلتي لا يعني أنتم أدرى مني. نعم شكرا بارك الله فيك. نعم أثرتي نقاط مهمة كنا نثيرها إن شاء الله في البرنامج عن أسباب العنف وانتشار العنف داخل الأسرة. شكرا بارك الله فيك. هذه مداخلتي بارك الله فيك أختي يمنى، تحياتي لك ولجميع عمال قناة القرآن الكريم. شكرا بارك الله فيك على المداخلة أخت سعاد، ودمتي وفية دائما تواصلي معنا. إلى تيارت الحاجة فاطمة، السلام عليكم. السلام عليك الأخت. السلام عليك الأخت يمنى. السلام مرحبا. السلام على شيخنا الكريم اللي منه نستفيد إن شاء الله. والسلام على الأخت والدكتورة المحبوبة الأخت سامية على ذيك الابتسامة ما شاء الله، ربي يخليها. ربي يخليكم إن شاء الله، ربي يخلي هذه القناة إن شاء الله يا ربي لكم تفيدونا بها في هذه المواضيع الشيقة. نعم. إن شاء الله يا ربي. أنا فيه مداخلة لو كما قال لك صغيرة شوية.
نعم تفضلي. لأختي يمنى الضروة كنا نشوف أغلبية الأسر رغم مخلقين نفوسهم المشاكل. صحيح. المشاكل هذه هي اللي راه مورثة لهم هذاك العنف. العنف وخاصة العنف الجسدي إذا ما سهل. خاطش على هنايا من المشاكل. المرأة كما قال لك إذا كانت خدامة ولا قاعدة في البيت كي تدخل من خدمتها يعني كما قال لك تروح للمطبخ تروح تسيب حوايجها تاع أولادها من تبدا غير كما قال لك هي تقيس وما تحصيها كاع واش تنطق بكلام. صحيح الضغط كما قال لك الضغط كما قال لك لا في الخدمة لا في الطريق لا في كما قال لك في بيتها لا في تزيد مع الزوج مع الأولاد ما كاين صافي اللي يسمع الآخر. نعم. وتعاود تزيدي الحاجة الثانية اللي نقولها ونكرروها إن شاء الله يا ربي وهذه القناة تقوى فيا إن شاء الله يا ربي هذه قناة القرآن تقوى فيا وتقوى فيا بالدكاترة وبالمشايخ تاعنا اللي الناس تستفاد منها. إن شاء الله. خابت هنايا الأخلاق راحت هذه وحدة. ثانيا ذكر الخالق سبحانه وتعالى. صحيح خوف الله نعم. البيوت الناس كاع راهي تنازلت. ناس ولات عايشة غير مع الهواتف وعايشة غير مع كما قال لك التواصل الاجتماعي غير ديك 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 هذه هنا غاب ذكر الخالق وغاب الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. والله صدقوني كما قال لك صدقوني والله أي حديث وأي كلمة نطقها حبيبي عليه الصلاة والسلام في ديننا والله العظيم والله العظيم يا لو كان الناس تبع سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وذكر الخالق والله تسقم عيطة أسر تسقم. نعم. بصح لا هما مرضين لرواحهم المشاكل زادهم الفقر زاد ديك واللي خسرت المجتمع تاعنا الجزائري والأسر والأمهات والآباء والشباب والشابات التواصل الاجتماعي. صحيح نعم تعقيدات الحياة. نعم. هذه هي تعقيدات الحياة أختي يامنة. نعم ونتمنى ان شاء الله يا ربي كلمتنا تكون وصلت جيدا. نعم الدكتورة سامية وشيخنا الكريم ان شاء الله يا ربي ومع السلامة اختي يمنى. مع السلامة الحاجة فاطمة دمت وفية للبرنامج اثرتي نقاط انت وسعاد مهمة واكيد سنفصل فيها. اذا دكتورة سامية المداخلات اجمعت على انه تعقيدات الحياة ومعطيات الحياة الحالية هي التي اججت هذا العنف الأسري ولكن بدوري انا اقول لك يعني في هذه السنة يعني مع هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه علينا أعاد الحسابات وربما أبعد عن هذا السبب. أحيانا يقول لك عندما تذهب المرأة للعمل وتذهب الأولاد نتحاشى الكثير من العنف بلغتهم وللأسف الشديد والذي ربما يظهر ويبين مقولة هذه حقيقة هذه المقولة أنه الآن في ظل الحجر وتلاقي العائلات ازداد العنف. ما الذي يحدث؟ هل هذا التلاقي يؤدي إلى التنافر؟ ماذا الذي يحدث؟ كأنها المفارقة يا منى. نعم. هذه هي مفارقة تكنولوجيات الاتصال. في الوقت أنا كنت أجريت أطروحة الدكتوراه حول تكنولوجيات الاتصال والتواصل الأسري. في الوقت الذي نقول فيه بأن تكنولوجيا الاتصال الانترنت الهاتف النقال من شأنها أن تقرب البعيدين وهذا يحدث خاصة عندما يتعلق الأمر بالتواصل عن بعد اللي مثلا في الجاليتنا مثلا. نعم. في أنحاء العالم تكنولوجيا الاتصال هي اللي خفت من وطأة التباعد وطأة الغربة صح ولا لا؟ صحيح. لا يمنى ولكن مقابل ذلك الذي يحدث على المستوى نعم المحلي ماذا نفسر الذي حدث هذه الجائحة ماذا الذي على نفسر؟ المستوى المحلي تكنولوجيات الاتصال تفرق تصنع العزلة داخل البيت الواحد كما تفضلوا المتصلتين الفضليتين وقالوا أنه في البيت الواحد تلقي كل واحد منفرد بجهاز النقال ومن ثم مفاهيم الاقتراب تتأسس بقوة. دعيني أشكر المتصلتين الفضليتين إذا سمحتي على هذه هي النقاط السريعة التي سبحان الله كلها كانت في محلها ولكن خلينا نتحفظ على بعض النقاط التي جاءت بها الأخت المتصلة سعاد هكذا يمنع نعم من سعاد نعم. على كل الكلام الطيب اللي قالته ولكن دعونا نصنع واحد الفرق بين المرأة العاملة والمرأة الماكثة في البيت. القضية وقضية ممارسة العنف ليست مرتبطة بالضرورة بعمل المرأة أو دونه لأنه احنا نشاهده على مستوى الاستشارات الاجتماعية وما تفرزه من حالات أنه بعض النساء الماكثات في البيت عندهم أيضا ممارسة للعنف مع أنه إذا خذنا بمعيار الأخت سعاد مع أنه عندهم وقت كبير يجلسوا فيه مع الأبناء. الشاهد في هذا الكلام كثير من الممارسات في خانة المسكوت عنه الشاهد يعطيك الصحة
حدث ولا حرج يا منى، خلي نديروا موضوع وقيلة خاص وحده عندما نتحدث عن عنف الممارس ضد الأزواج وعن عنف الممارس ضد الزوجات. يعني أشياء لا تشرف كما قلنا قبل أن نعود إلى الهواء مباشرة، أشياء لا تشرف المجتمع المسلم. ومن ثم نعود ونولي إلى كلام شيخنا اللي يقول أنه الحقيقة هي مرتبطة بالمضغة الموجودة عند كل واحد فينا، أولا بمقدار الرحمة الذي يمكن أن نتعامل به مع بعضنا البعض، والقضية مرتبطة كما تفضلتي منذ قليل بتقوى الله عز وجل في بعضنا البعض. هذا هو، لأنه في بعض الأحيان تفضل شيخنا وقال نلقاوه مثلا نموذج، ولا نلقاوها نموذج أنه على مستوى الشعائر الدينية ممتازة، صلاة التراويح وصلاة والنوافل، مثلا الصبح واحد ما يأخر في الشرخ بين العادة والمعامل بين العادة. دكتورة عقيلة دائما تقولها نحيوها من هذا المنبر الجميل، مشكلتنا احنا في المجتمعات العربية هو الشرخ الموجود بين العبادات والمعاملات. على مستوى العبادات ممتاز، هذا لا يتحدثنا على التدين، ولكن نفس الشخص مثلا اللي تلقاه ما لازمش تغيب له صلاة الصبح ولا صلاة الفجر في المسجد ومع الجماعة شيخنا، نفس الشخص اللي تلقاه يمارس العنف بقوة، يعني ماشي بالضرورة لم تثمر عبادته، لم تثمر. نعم. يعطيك صحة، ما في حكم، هذه هي روح الشريعة. نعم. روحها غائبة للأسف شديد. نتحدث مثلا على فكرة الحجر الصحي باش نجاوب على سؤالك. نعم. تماما كما تفضلتي، وقع الحجر النفسي لم يكن على نفس الشاكلة بالنسبة لنا جميعا. اللي دار واللي عاش حجر صحي في بناية ولا في شقة فيها غرفتين ما راهوش نفس الوقع اللي عمل حجر صحي وهو في فيلا منفتحة وفيها كثير من نقول الغرف التي يتنزه فيها من هنا وهنا. اللي عمل حجر صحي وهو 11 فرد داخل الأسرة في بيت ضيق ما راهوش نفس وقع الحجر الصحي اللي نعيشوا فيه أثناء نعيشوا في مكان متسع وعدد الأفراد يا ربي 2 ولا 3. صح يا منى، ومن ثم أعتقد باللي يجب أن ننتبه باللي وقع الحجر الصحي ربما هنا تطفو الجروح إلى السطح. يعطيك صحة، بعض الناس فرحت كثيرا جدا بالمدة اللي عاشوها، مدة الراحة نقول السكينة، ربما ترتيب أمورنا تفاصيل حياتنا. صدقيني ما لازمش ننسوا باللي البعض الآخر مدة الحجر الصحي كان بمثابة جحيم عندهم. صحيح. نتحدثوا على الناس اللي تعيش ضيق في الدار، نتحدثوا على الناس اللي ما عندهاش مكان وين تتسع، ماشي سهل في أسرة جزائرية نعرفوا عاداتها وتقاليدها وأعرفها نقول لهذا الشاب تجلس في الحجر الصحي وأنه تخلص المدة على 3 صح، ولازم البنت الفتاة ولا الأخت دياله تقعد قدامه ولازم يشوفوا تلفزيون كيف كيف ولازم تجلس أمامه، كأنه هذه الفتاة تولي تعس في روحها كل دقيقة، لأنه عندنا احنا منظومة قيم نلتزم بها، كي يكون الأخ ولا شقيق في الدار، كي يكون الأب في الدار. صحيح. من ثم ما تجلس الجلسة اللي حبتها، ما لازمش تلبس اللباس اللي مثلا نوع من الضبط، هذا قواعد الضبط الاجتماعي اللي فيها ما فيها من جماليات وتداعيات وبعد ذلك خطيرة. وهذا خلينا يمنع على الأسر اللي فيها مبالغة وتشدد في التنشئة الاجتماعية، من ثم هذا الشاب ما نقدرش نقول له كن متزن، ما نقدرش نقول له ندعوه صح بأن يحمل وأنه مأجور بإذن الله لأنه العبادة وقت الهرج كالهجرة إلى الله، ولكن ضمنيا على مستوى الواقع الاجتماعي صعب أنه يضل 9 شهور بدون أن تتحول كل هذه المكنونات إلى مخرجات تتمظهر في بعض الممارسات ولكن التي قد تكون ولكن في نهاية ومشي مبررة. نعم. ليس مبرر هذا الذي كنت أثيره، ولكن في نهاية الأمر إذا مارسنا هذا العنف هذا الشاب في نهاية الأمر يعني هو الذي يكون يتضرر. تمام. يجب أن صحيح كما ذكرتي أنه أن الطاقة النفسية أكيد لا تستعب هذه المتغيرات ولا تستعب هذه الظروف الصعبة، ولكن يجب أن نكون في السكة ويجب أن نتعايش مع هذه الظروف حتى أقل الضررين، لأنه الذي يتضرر هو الفرد في حد ذاته. نصبر ونصطبر. نعم أستاذي الفاضل. هنا الوازي الديني. نعم يعني من هذا الجانب نعم الفرد يتضرر جراء العنف أيا كان، يضر نفسه ويضر أسرته ويضر مجتمعه ويتحمل المسؤولية، وربما يكون أختي أمنة أكيد بالطبع، ولكن ربما يكون ذلك بعد فوات الأوان. لماذا نصل إلى هذه الدرجة ونحن عندنا الوقاية؟ لماذا نصل دائما نريد دائما مرحلة الدواء وعندنا مرحلة الوقاية في الإسلام؟ صحيح. يعني في كل الجوانب الاجتماعية والأسرية ولا إلى غير ذلك، دائما النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الأشياء التي نقي أنفسنا من خلالها أو اتخاذها أو بالعمل بها أو تجسيدها على أن نصل إلى الدواء ربما الذي يكون مفقود. نشتغل على الجانب الروحي أكيد. أستاذ الفاضل، ولذا تكلمت الأخت سعاد على ما أظن قالت المرأة الماكثة والعاملة، وربما يكون أنا لا أظن أنه يكون ذلك سبب للعنف، إذا ما طبقنا القاعدة
التعايشية في الحياة. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. انتهى. لا، أبقى دائما في سعاد، وأدير أريد أن أثير نقطة مهمة كما ذكرت المرأة العاملة وغير العاملة. الآن الإحصائيات تقول دكتورة سامية أستاذي الفاضل أن هذه العنف، مظاهر العنف تكثر كثيرا في الأسرة النووية التي تكون الزوج والزوجة ولا يكون الأصول والفروع داخل الأسرة. هذه الأسرة ما هو السبب؟ هل أن ربما الأسرة الكبيرة هي التي كانت تضبطهم، الآن أنهم لا يعرفون فقه تكوين الأسرة بين الماضي والحاضر؟ حاضر، ما الذي يحدث؟ أظن كلا الأمرين اللذان ذكرتهما، عدم معرفة كيفية تكوين الأسرة ولماذا والغاية من ذلك، فقط نريد فقط الوسائل ولا نرى إلى الغايات والأهداف المسطرة، هذا يكون نعم. ولذا نجد نحن كأئمة لا يأتي الشاب يعني قبل الزواج ليسأل عن أمور الفقهية، أمور الطهارة إلى غير ذلك، أو الأمور التي تعي حسن عشرة في بيته، يأتيك بعد طلاق الثلاث لمجرد أن الزوج قالت له، إذا الزوجة قالت إذا كنت رجلا طلقني. لا. بعد ستة أشهر من الزواج نقول له لماذا لم تأتي؟ أسرة نووية يعني رأسها مع رأسي كما يقولوا. نعم. باللغة العامية. نعم. نعم. وفي الأسرة الكبيرة الموسعة كان لها أثر أيضا إيجابي ربما في الزمن الذي مضى، كان لها أثر إيجابي باعتبار أن كان فيه الحياء وفيه يعني تقاليد، هناك يعني بعض التقاليد والأعراف الإيجابية والصحيحة ليس الأعراف الفاسدة التي كانت تعطي صبغة السكينة والاحترام والمودة بين كل الأسرة وإن كانت موسعة. تقضي على روتين الحياة أحيانا. أجل. تفضلي دكتورة سامي. أحد النقطة إذا سمحتي لي، الأسرة الممتدة لا ننسى بأنها من أكثر القيم التي علمتنا إياها هي فكرة المشاركة، بالفرنسية باش نفهمه يعني نترجمها بالفرنسية لبارتاج، المشاركة، بمعنى الإبن هذا ينشأ وهو صغير على فكرة المشاركة. وكي نقول المشاركة هذا قوة للضمير الجمعي، وبمعنى هذا قابلية أكثر للذوبان في الجماعة. صحيح. ثم بعد هذا القفز على النزعة الفردية، العكس الذي يحدث مثلا، العكس الذي تفرزه تماما الأسرة النووية. صحيح. الأسرة النووية تقلص مفهوم المشاركة، يعني نقولها بصراحة، يمنع هذا الابن ولا البنت اللي بقات عايشة غير بين حضن زوج وزوجة، يعني أب وأم وخوها أقصى تقدير، ويكون هذا الطفل عنده نظرة قاصرة للحياة. دكتور سامي، نظرة قاصرة. نعم. وما يتعلمش المشاركة عند أول مشكلة يصطدم ويكون الحل وينظر للحل بالعنف، خطر ما يتعلمش الحياة الجماعية. احنا كما قلتي في الأسرة الممتدة تمتد إلى الأعمام. صح. ولا لا؟ نعم. يتعلم المشاركة ويتعلم المشاكل الاجتماعية اللي تقدر تصرها، مع أنه يعني خلق صلة الرحم ربما يعني ما نقولوش يعني لابد كل زوج وزوجة لازم تكون أسرة ممتدة، يعني ربما السكن لا يليق يعني. نعم. الاثنين، ولكن الأقل يكون الاتصال، يكون بديل صلة الأرحام. يعني لماذا يجتمع الإنسان يأخذ أولاده لصلة الرحم، الأعمال. نعم. الأخوال، يرى تجاربهم ربما في الأرياف، يرى الأشياء، يعني يكون هذا موجود، الحلول موجودة. دورنا شيخنا. نعم. اليوم النفس التي تفرزها يفرزها العمران اليوم، نحية العمرانية أيضا لها دور، دور في هذا العنف. نعم. راهي ما كانتش عايشة في شقق لنا نعيشها. نعم. اليوم. نعم. وتعرفوا بلي الشقق هكذا التي تمتد عموديا تصنع أيضا نفس عمودي عند كل واحد فينا. وبالتالي هذا النفس لا يحضن أو ما ليس لديه القابلية الكبرى من أجل أن يحتضن كل الأفراد، وهذا شيء نعيشه كل واحد فينا يعيش في أسرته، إلى درجة أنه بدأت تنقطع صلة الرحم، تتراجع نقوله، خلينا ما نكونوش متشائمين بزاف، تتراجع بطريقة أو بأخرى بسبب أنه أبنائنا ما نقدروش نلومهم، عاشوا في الناحية العمرانية بقيم أفرزها العمران وأصل. نعم. إلى النزعة الفردية أكثر من المشاركة والنزعة الجماعية. نعم. دعونا نسمع رأي أم محمد من معسكر الوفية للبرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد. دليلة معنا أم محمد. نعم. نعم، تفضلي أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. نعم، معروفة. نعم. طابت أمسيتكم. أمسيتك أطيب أيتها الفاضلة. إن شاء الله. واليمن والبركة بإذن الله. واللين إن شاء الله البعيد عن العنف. إن شاء الله. أكيد أكيد. نعم. الرفق والمحبة. إن شاء الله. تفضلي أم محمد. سلام على أستاذنا الفاضل أستاذ عبد القادر حيدة، والغالية الحبيبة طبعا كالعادة الدكتورة سامية قطوش. شكرا حبيبتي. وكل العمال على كل حال، بنتي يمنى والله كل عمال القناة بدون استثناء، كل أحبابي والله العظيم.
العظيم. نعم. والأوفياء طبعا وكل أوفياء. نعم. سعدت بسماع سعاد بالمناسبة العودة. نعم. عودة سعاد سعدت. نعم. بها كثيرا. نعم. وفاطمة كذلك. والحجة فاطمة أيضا. أكيد. لا لا حجة فاطمة صرنا نسمعها الآن. أنا عندي بزاف ما سمعتهاش. حبيبتي سامية. أنا نعم. اشتقت لها عندي كثير ما سمعتهاش. نعم نعم يعني الأستاذة سعاد كانت غايبة علينا. صحيح. وأما الحجة فاطمة نعم صارت أيوة منا الآن خلاص من حصة مفاتيح. على كل ابني بنتي يمنى حتى لا أطيل على كل حال وسمحوا لي إذا لا تفضلي. نعم في المقدمة شوفي الأسرة نعمة والأولاد نعمة وكل شيء جميل نعمة بنتي من الله عز وجل وهذه منا سبحانه وتعالى وكل شيء نعمة بنتي علينا أن نشكرها كما ينبغي شكرها. نعم. وعندما لا نشكر النعم بنتي تخرج من بيننا وتروح من بيننا بدون أن نعلم هذا قانون بنتي هذا الجزاء. نعم. من جنس العمل فلو كنا تحدثوا العنف بنتي في الأسرة هذا اللي راه اللي صار الآن داخل على مجتمعنا وعلى عاداتنا وعلى عرفنا وعلى ديننا والله بنتي ما نكملوا له كان خصوا له كم من حصة هكذا ما ذكرت الدكتورة سامية يعني قبل قليل. نعم نعم اجتماع نحن نستمتع بحكم الدين وحكم الاجتماع علم الاجتماع وكلاهما يصبني في مصب واحد على كل حال. شوفي بنتي يمنى هذا الأولاد وهذا الأمهات وهذا كذا وأنا أتلقف الآن من الدكتورة سامية الآن أتلقف منها خير وبالمناسبة هذه عبارة نتاعها خاصة بها أتلقف منها الخيط الأخير اللي قالت فيه البناء العمراني وكذا وكذا والله العظيم شوفي يمنى بنتي والدكاترة الأساتذة طبعا والله لو كان نرجعوا لحاجة واحدة فقط لو كان نرجعوا لديننا برك ديننا أسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا 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 يعني لقضينا على كل هذه المشاكل. مصيبتنا الآن بنتي أننا لا نتحرى الحلال هذه وحدة لا نتحرى الحلال يعني صار عنا الحلال والحرام نفس الشيء سيانة ما كانش برق بربك بنتي يمنى أم كما قال البارح أنا تفكر البارح تبعت واحد الحصة وعجبتني واحد أنا دائما أتلقف هذه الأشياء الجميلة. نعم. أستاذ عمر البارح قال لك السيدة الزوجة اللي تراقب زوجها في الرسائل الإلكترونية وفي الهاتف ونخلص 5 ملايين البليون هذاك ونمشوا إلى غير ذلك لماذا لا نراقب أيضا بالشكل الإيجابي بنتي علاش ما نراقبوش بالشكل الإيجابي ابني من أين له هذا من جاب هذا أنا عارف باللي ولدي عطيته مصروف معين هذا الحاجة اللي زايدة على مصروفي منين جاته بنتي فذكر الله أيضا كانت أشرتها للحاجة فاطمة الآن مشكورة كنت بغي نشارك بها ذكر الله بنتي ما عندناش في البيت ما عندنا جلسات خاصة بجلسة خاصة تعالوا أبنائي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا عندنا ورد قرآن نؤديه الآن بربك بنتي أبنى ومين يجي من يجي المحبة وإحنا عندنا بنتي والله بنتي الرفق والمحبة ما تضيع حتى شيء لازم صحيح. لازم نحتوي بعضنا بعض بالمحبة والرفق هذا اللي جاء في الدين تاعنا لو كان نقول لك الآن بنتي لو كانت تسمعي الآن كما وقعت مع الأعراب يعني عندما نرى رجلا أو أبا مع ابنه هكذا يداعبه قد يعيب عليه رجل آخر ذلك الفعل يقول لها كنت عقل فيه بين قوسين يعني كنت خسر لك بالبايع بين قوسين لماذا؟ لأن احنا عندنا الرجولة والأبوة هي أنها يعني يكون كما يقول لك إخوانا المصريين السيد لازم العنف ولازم تعلمها الخشونة ولازم كذا ولازم كذا إلى غير ذلك بينما الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقطع مسافة حتى يقبل الحسن الحسين على الله وكان يحملهما على كتفه ويصلي عليه الصلاة والسلام أين نحن نعم أين نحن حبيبتي نعم أين صحيح. نحن نتمنى لأننا ابتعدنا بنتي ابتعدنا نتمنى لا نضيع الأمانة صار الحرام عن الحلال بنتي نسأل الله العفو والعافية نسأل الله أن يردنا ردا جميلا إليه والله العظيم بنتي لو كان نولوا رب العالمين ويمشي هذا الغنى الفاحش من بيوتنا ومن أسماعنا وهذه الكلمات البذيئة والله بنتي ربي يوعد وربي ما ربي ما يخرفش الوعد تاعه سينتهي كل هذه الصفات لنا تحدثوا عليها بنتي ما تكونش نعم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله في أمان الله إن شاء الله ونحن الله. دائما في أمان الله إن شاء الله ودائما ديننا الحنيف هو الأمان وهو السلام أستاذ نعم. عبد القادر حيدة قد يقول قائل أستاذ سامي أنه أسباب هذا العنف هي المشاكل الأسرية وأي أسرة لا تخلو من هذه المشاكل ألا تظن بأننا أصبحنا ننظر إلى هذه المشاكل أكبر من
من ماهية من أسبابها، أصبحنا نضخم المشكل ولا ننظر إلى أسباب المشكل. هذا الذي دعا العنف أن يزداد في الأسرة. ولا ننسى أن الأسرة النموذجية في الإسلام أسرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد واجه مشاكل داخل أسرته ولكن لم يعالجها بالعنف. أستاذ عبد القادر، أجل يعني المشاكل موجودة بطبيعة الحال، صحيح هذه سنة الحياة، نعم، ولكن الإشكال في كيفية حل المشاكل. صحيح. النماذج احنا موجودة، احنا القوانين والنماذج موجودة ومتوفرة. عن الغرب ربما يسنون قوانين لأجل مجتمعاتهم، نحن تلك القوانين والنماذج موجودة وحاضرة وصالحة لكل زمان وكل مكان. صحيح. يعني بعض النماذج في الغرب ربما تصلح لجيل ولا تصلح لجيل آخر. نحن نماذج الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه الوحي معصوم وبالتالي صالحة لكل زمان ومكان، فقط تجسيدها، وحبذا أن الجهات المعنية تجسدها بالقانون، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، تجسد قوانيننا الموجودة والتي هي من عمق وحي الوحي الذي أنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتجسدها بالقانون. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني مظهر يدعو إلى العنف في مجتمعنا اليوم، عندما ربما تفعل الزوجة شيء يغضب الزوج، تدخل بعض الجواري من جواري نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند السيدة عائشة، حادثة معروفة، بطعام وهو عند السيدة عائشة، السيدة عائشة غارت، ضربت يد الجارية، سقطت الصحفة وانكسرت وانكفى ما فيها من الطعام. تصور أن هذا الموقف وقع لأي زوج منا، أنه زوجته تفعل شيء وفي وجهه وتكسر في وجهه إناء إلى غير، ماذا يفعل؟ عنف. صحيح. عنف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انظر يرشد، النبي صلى الله عليه وسلم مرشد، لا يفعل هذه الأشياء فقط لأنه يحب، هذا معلم البشرية. صحيح. وهذا مشرع، راه يشرع الأمة في، يشرع لزوج فعلت زوجته بعض الأشياء التي يعني تستجلبها وتستدرجها إلى العنف، ولكن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلوم ذلك الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم. سبحان الله، كيف فسرها هنا شيخنا؟ ماذا لو فعل زوج ما مثل ما فعل الحبيب المصطفى اليوم؟ تعرف الذي يحدث أنه يوصم اجتماعيا باللي ماشي راجل وبأن زوجته غلبته وبأنه ما يقدرش على شقه. الوصم الاجتماعي يصنع أيضا كثير من العنف داخل مجتمعنا، إلى درجة أنه بعض الأحيان نشعر أنه سبحان الله هذا الذي يمارس العنف مسكين نشفق عليه صراحة، ما يعيش هو ما يخلي الناس اللي معاه يعيشوا. ثم أن سبحان الله العنف هو بداية من فكرة متطرفة، كل واحد لأنه العنف يقدر يكون عنف مادي ويقدر يكون حتى واحد متطرف في الفكرة. صحيح. يا إما الفكرة دي يفرض، إما نعم يفرض، نعم. وأهم يعني وأصعب وأصعب شيء ربما نختم به البرنامج دكتورة سامية، دعوة لكل الأسر وللمجتمع ككل، تحدثنا عن المشاكل بما أنها هي السبب في العنف، أحيانا هذه المشاكل التي لا تكون أصلا مشاكل. نعم. وإنما آراء الآخرين، ربما التعصب هو الذي يجعلها مشكل. نعم. أحيانا تصل إلى المحاكم، نحن لا ندعو إلى معالجة العنف في المحاكم، لأنه إذا وصل إلى المحاكم هنا في عنف وهنا كارثة بالنسبة لنا كمجتمع. إذا وصلت الأسرة إلى المحاكم انفكت الأسرة، تفككت. إذن ربما دعوة في الختام في ظرف دقيقة، إلى دعوة إلى الصلح وإلى العقلاء حتى يتدخلوا. الآن نسمع يقول لك ما كما دخلني في العائلة، دبر رأسهم يعني للأسف الشديد، ونسمعها كثيرا، ينظرون هكذا إلى الأسرة تتفكك ويعني في قمة العنف وهما في منأى كأن الأمر لا يعنيهم. صحيح. شوفي يمنى، سؤالك يحتاج إلى 4 أو 5 أعداد لأنه أثرتي في النهاية ربما نصائح. أكيد. صحيح. صحيح. أعرف أنك تستطيعين رسائلك يعني أنت. لا، الموضوع يوجع، الموضوع يوجع والسؤال ممتاز صراحة، ولكن يفتح واحد النقاشات هكذا موجودة في القلب. دعيني أقول في رسالة مقتضبة هكذا، أنه أول دعوة هي التصالح مع الذات، ثم ثاني رسالة هي أنه يجب أن نقتنع ضمنيا بأنه أي خطوة من أجل الإقلاع حضاريا حتى نقلع حضاريا تبدأ من الأسرة. يعني ما نقدروش اليوم نبقى وغير مثلا ننتقد في المؤسسات الأخرى إلا إذا صنعنا أفكارنا وقيمنا داخل المؤسسة. نعم، أفكارنا وقيمنا داخل المؤسسة. أستاذ عبد القادر حيدة، شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا كما أصلح حال الصالحين. دكتورة سامية، شكرا جزيلا لك، نفارقكم إن شاء الله على اللين والرحمة على دائما أن نلتقي، نواصل دائما الحديث عن العنف الأسري والتداعيات النفسية في برنامج مفاتيح، ولكن بعد أن نتوقف عند هذا الفصل الإنشادي فلا تبتعدوا. إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا مولاي
لباني عاصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من يا من يا من لست تنساني فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون قال كن فهو يكون فهو يكون فهو يكون الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول حامل القرآن يا حامل القرآن يا محمد يا قارئ القرآن يا محمد يا حامل القرآن يا قارئ القرآن صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه الله الله الله, الله الله يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله صلوات 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 صلوا على نبي يلا صلوا مصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد يلا بابا صلوا على نبينا مصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد صلوا 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 عليه صلوا عليه صلوا على نبينا
صلوا على الرحمة المهداة ومعلم الخير المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نتواصل وإياكم أحبتي في الله في برنامج مفاتيح ونواصل الحديث عن العنف الأسري. عسانا نأخذ بيد بعضنا لأسرة آمنة ملؤها المودة والرحمة والسكينة كما دعا الإسلام إلى تكوينها، وفيها هي نهاية الأمر، هي نعمة وأمانة يجب أن نحافظ عليها باللين والرفق. أستاذي الفاضل أستاذ عبد الحبيب، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. مساء اللين والرفق إن شاء الله، هذا الذي نتمناه إن شاء الله في هذه الدقائق التي سنتحدث فيها عن هذا الموضوع إن شاء الله. ونحن نتحدث في بداية البرنامج عن الأسرة وعن العنف عن الأسرة، يعني ساقنا الحديث إلى ما هي تكوين الأسرة وكيف يكون الاستعداد أصلا لتكوين الأسرة. الأسرة هذه التي لا تكون كما ذكرت خالية من المشاكل، هي من سنة الحياة. يعني في نظرك ألا تظن بأن الاستعداد النفسي مهم جدا من أجل يعني إن صح التعبير تجنب العنف الذي يحدث للأسف الشديد في أسرنا اليوم بأكثر حدة؟ نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بما كان، لأنه لما نشوف واقعنا المعاش الآن، ولما نروح إلى المحاكم، لما نشوف القضايا التي تطرح، ولا سيما القضايا اللي فيها هذا العنف أو هذا التعنيف الأسري، طبعا حتى لا يذهب بالنا فقط إلى الرجال، هناك تعنيف أيضا من طرف النساء لأزواجهم. تحدثنا عنه. هذا العنف الأسري بشكله العام الواسع قادرين ما نلحقوش ليه لو أننا تخيرنا أو تبعنا بعض النصائح في بداية تكوين الأسرة. صحيح. كاين توجيه رباني، توجيه نبوي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة منكم فليتزوج. صحيح. الباءة عندما يشرحها الفقهاء والعلماء يقولوا الباءة هي مطلق القدرة والاستطاعة، لكن لما يجوا يفصلوا يقولوا الاستطاعة هذه ما هي؟ هي أنواع. طبعا دعونا من الاستطاعة المادية والمالية اللي هي مفروغ منها، أنه يكون قادر على تكاليف المعيشة، قادر على تكاليف تكوين هذه الأسرة. صحيح. لكن هناك استطاعة أخرى وهي مهمة جدا، لا تقل أهمية عن المال وعن المادة وعن توفير المسكن وعن توفير الجو المعيشي اللائق لهذه الزوجة ولهذه الأسرة التي سيحدثها في المجتمع، اللي هو القدرة النفسية، القدرة العاطفية. يعني الإنسان راه فاهم وين راح يحط رجليه كما نقولوا بالدرجة تاعنا، راه على باله وين راه رايح، إما نفسيا على باله التبعات النفسية، قضية صح. المعاملة مع الزوجة هذه الوافدة الجديدة. صحيح. إلى صحيح. حياته تختلف في التفكير. نعم. تختلف في نمط الحياة، في كل حاجة. تربت تربية غير تربيته، نشأت في بيئة غير بيئته، عندها تكوين غير تكوينه، عندها أحاسيس وعندها تراكمات غير التراكمات والأحاسيس اللي عنده. صحيح. وبالتالي هذا الوافد الجديد يحتاج إلى احتواء. نعم، يحتاج إلى احتواء ويحتاج إلى تأقلم مع مرور الوقت. صحيح. لذلك لا نستهلك هذا المعرفة العميقة المتخصصة، يعني خلينا نقول الأبروفوندي كما يقال العميقة. بالفرنسية العميقة، للأسف يستهلكها البعض قبل فترة الزواج. صحيح. وبالتالي عندما يتلاقوا في عش الزوجية وفي تحت سقف واحد يبدأوا المشاكل التي كان الأولى أنها تتأخر، لأنه كما قلت في المقدمة تاعك وهذا أمر واقع، يعني هذه سنة كونية وسنة اجتماعية في العوائل وحتى في بيوتات الأنبياء. صحيح. أنه المشاكل تحدث، أنه الصراعات تحدث، أنه الخلافات تحدث، أنه النقاشات تحدث داخل الأسرة الواحدة. ولكن المشكلة أصبحنا نضخم. نعم، لكن المشكلة أنه هذه النقاشات وهذه الخلافات تأخذ منحى آخر، أو يتدخل طرف ثالث اللي هو في الغالب دائما هو اللي يزيد يشعل النار كما نقوله إحنا بالدرجة. فدعيني أقول لك أنه هذه الباءة إذا كان الزوج عرفها حق معرفتها وفهمها فهمها الحقيقي، فالكثير من المشاكل، الكثير من التعنيف الذي سيحدث بعد بناء هذه الأسرة سيقل بكثير. ثم دعني أقول لك أمرا آخر. نعم. في بعض الدول، ولك تجارب بعض الدول لا نسمي، لكن بعض الدول كان عندها تجارب في تأهيل المقبلين على الزواج، وحتى في بعض الولايات في الجزائر كانت عندها، نعطي مثال الغواط، الجلفة، العاصمة تيزي وزو، بعض الولايات كان عندهم مبادرة في تأهيل المقبلين على الزواج، وهذا ما راهو شيء معيب، لأنه أنت كنت أعزب، عندك نمط عيش معين، نمط أكل معين، نمط مصروف معين، نمط تفكير معين، حتى أحاسيسك العاطفية وميولاتك القلبية غير الميولات والأحاسيس لما يكون عندك شريك الحياة، لما يكون عندك رفيق الدرب اللي راح تعيش مع حياتك كامل، لأنه هذا العقد اللي هو عقد الزواج ما هوش عقد مؤقت،
أو عقد لفترة محددة أو لمنفعة أو لمصلحة محددة، قضية عمر، إنما هو عقد دائم وقضية عمر، قضية رانا سميناها قضية. نعم. قضية عمر، مع أنت يمشي معاك في الحلو في المر. صحيح. في المليح في القبيح في الأحزان في الأفراح، وهناك شيء يسمى الصبر، الصبر على الآخر. نعم، هذا وحدة من الأساسات. نعم. التي تبنى عليه أو يبنى عليه هذا العقد، وبالتالي وفق هذا راح نقلص الكثير من المشاكل ونقطعها في بدايتها. ليس معيبا أن أخضع إلى دورة تكوينية في تأهيل المقبلين على الزواج، وهذا أمر عادي جدا. نأخذ بعض المفاهيم العامة، نأخذ بعض المفاهيم التفصيلية، نأخذ أيضا طريقة إدارة الصراعات والخلافات. صحيح. داخل الأسرة، وبالتالي يمكننا أن نجنب الكثير من بيوتاتنا المحاكم والمشاكل ووجع الرأس الذي يأتي من نقاش بسيط على ربما، وللأسف يعني هذه حدثت، يعني ربما على جال الملح في الماكلة، ربما على جال ما حدش الحل الحوايج منيح، ربما طبعا دعونا من الخلافات الكبيرة، هذه أمور بسيطة جدا يعني مرات واحد يضحك عليها. بعض القضاة لما تصلهم هذه القضايا يعني يقولوا سبحان الله نعلو بليس، يعني هذه القضايا تحل في قاعدة تعتاي. صحيح. لا تحل عند القاضي أو عند مخفر الشرطة أو تحل عند المحامي، ولا تخرج عن أسوار الأسرة. نعم، وللأسف قديما كانت هذه المشاكل ما نسمعوهاش، حتى نسمعوا باللي فلانة قد حدث عندها مشكل منذ مدة، والحمد لله فرا عيطوا للشيخ الفلاني، عيطوا هناك بعض الحلول. عمومها الأخوان. نعم، عمومها الأخوان الكبار في العائلة، وبالتالي ولكن ليس مشكل الملح كما ذكرت. نعم، مشاكل مشاكل الآن أصبحت تسبب الطلاق للأسف الشديد. نعم، للأسف. فلذلك نقول باللي الاستعداد النفسي والعاطفي ثم التكوين هذا الذي يقدم في دورات متخصصة يقينا أو يمنعنا من الوصول إلى أن يعنف الرجل زوجته لفظيا جسديا معنويا، وربما كاين شفنا حالات حتى وصل للقتل يعني من الزوجة. صحيح. ومن الزوجة، وللأسف هذه حالات حدثت تتداول وسائل الإعلام. نعم، حدثت في حتى في بلادنا يعني، وفي بلاد الغير رانا نشوفوا عشرات الحالات كل يوم نطلعوا فيه، نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الحالات. فهذان الأمران أظنهما من الأمور التي تنقص كثيرا هذه المشاكل التي ومن المحتمل أن تحدث داخل الأسرة. يبقوا المشاكل العادية، يبقوا الخلافات العادية، يبقى النقاش العادي الذي يحدث في كل الأسر ويكسر روتين الأسرة. نعم، لابد نحن مرة على مرة. أنا دائما ما أذكر عند في العقد الشرعي نقول لهم للأزواج ويضحكون في الحقيقة، نقول لهم يأتيكم إن شاء الله قريبا شهر العسل، لكن انتظروا بعد ذلك شهورا للبصل. ولهذا من وظيفة الشهود الذين يحضرون العقد تاع القران ولا الفاتحه ولا العقد الشرعي، واش وظيفتهم انهم ياكلوا ويشربوا ويقلعوا يروحوا؟ قال والله غير فلان دار لنا عشاء ما شاء الله ولا فطور ما شاء الله. وظيفه هذا الشهود انه في حال وجود المشاكل كما ذكرتي انفا، الاعمام الاخوال الكبار تاع العائله الجدود الناس الكبار تاع الحومه الكبار تاع الحي، فهؤلاء لما شهدوا هذا العقد الميثاق الغليظ ايضا من وظيفتهم ان يشهدوا الصلح بين الطرفين المتخاصمين في حال وجود خصام ونزاع. نعم، ويجب أن يذكرهم كما ذكرنا مع الأستاذ عبد القادر حيدة أن هذا العقد هو مقدس من الله سبحانه وتعالى بصورة الفاتحة، وعندما ينفك هذا العقد عرش الرحمن يهتز أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق. فيجب أن نحافظ على هذه الرابطة وأن يعني نكون يعني نسخر المودة ونوظف أسباب المودة والسكينة داخل الأسرة التي تنعكس على المجتمع، وأي خلل في الأسرة أكيد يكون تداعيات خطيرة على المجتمع. طيب أستاذ الفاضل، تحدثت الآن ندخل دائما في الأسباب عن تحدثت عن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام عن حالات العنف في الأسرة، ألا تظن أنه بطريقة أو بأخرى هي التي جعلت هذا العنف مستساغ داخل الأسر كأنه عادي الآن في المجتمع وداخل الأسرة؟ مع الأسف الإعلام له أو خلينا نقول رسالته ذات حدين، الإيجابي إن وجهناه كما ينبغي، والسلبي إن لم يوجه كما ينبغي. وبالتالي نشر مثل هذه الأخبار ونشر مثل هذه القضايا، ومع الأسف نجد صالونات وبرامج تنشر وتركز على ما يحدث داخل الأسرة من قضايا كانت إلى أجل قريب بالتفصيل حتى تدخل في إطار الممنوع. نعم، من الطابوهات، بل وأكثر من هذا، بل في بعض الأحيان أو في خليني نقول نكون صريح يعني في كثير من الأحيان تدخل في باب قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالأولى من المسلم صح تقول لي ربما من باب أن نقول للناس لهذا ما يحدث، لكن أن ننشر الغسيل الذي يحدث إذا داخل قلنا له هذا هو المشكل، أن ننشر ما يحدث داخل الأسر
والمشكل ماهوش نجيو نحكيو مثلا قال أسرة ألف وأسرة باء، نجيبوا الأسرة المعنية ونجيبوا الأسرة المتضررة، طبعا الأسرة الظالمة والمظلومة بين قوسين على مذهب من يروي القصة، لأنه رواية القصة كل واحد كيفاش يحبك الحبكة الفنية تاعو، وبالتالي نسمع بعض التفاصيل التي كانت إلى أجل قريب من الطابوهات بل من المحرمات أن تذكر في وسائل الإعلام، يعني نحكي على التلفزيون بشكل خاص، نهيك على أنه كنا نقرأها في الجرائد وبعض الجرائد الصفراء التي ولا زمنه وأصبح الناس لا يقرؤونها، وكانت غير مرفوضة اجتماعيا. نعم مرفوضة ولا زالت مرفوضة اجتماعيا. لو تلاحظين أستاذتي الفاضلة في تعليقات الناس في هذا الحصص لما تبث، نجد الكثير من الناس يقولون عيب عليكم احشموا، لا احنا عائلات محافظة. مثل هذه القضايا حتى في القانون الجزائري، حتى القاضي الجزائري لما تعرض عليه مثل هذه القضايا وش يدير؟ مش قضية علنية تنشأ لها أو تندار في قاعة خاصة ويحضرها الأطراف المعنيون فقط، يعني درجة رقم واحد فقط، إن كان الأب مثلا البنت مع ولد، والدها ووالده فقط، أو المعنيون بدرجة صغيرة جدا. لماذا؟ حتى لا يتم نشر هذه المعلومات، وحتى لا يقول الناس أنه قد فسد الناس وقد فسد المجتمع، شوفوا فلانة هم داروها في التلفزيون، تزوجت وفعل بها زوجها كذا وسرق لها كذا، وفلان دخلوه في زوجته واعطوا له كذا وسحروه وداروا له كذا، ضرب ابنه ضرب نعم، وفلان امه تبرأ من امه وكذا، وبعد بعدين يبانوا حقائق اخرى على ارض الواقع. صحيح، اسباب اخرى. نعم تبان اسباب اخرى تكذب ما تم نشره، وبالتالي كما يقول القضاة يقولك لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. إذا كان حكم على واحد وغلط طلقه هو قادر يعود يجيبه، لكن أن تخطئ وتعاقب الناس وتلزمهم ولا تلصق فيهم تكيات معينة وأسباب معينة، فصعب جدا أنك تعاود تنحي هذاك الشيء وتعاود تخرج الناس تقول لهم يا بدي والله غير أخطأنا في هذا الرجل، وهو رجل صادق ومؤمن وكذا وتعرض إلى نصب أو إلى احتيال. وبالتالي الإعلان، أنا أدعو من خلالك أخوتنا وزملائنا في الإعلام بمختلف أنواع من القنوات، الجرائد، مواقع التواصل الاجتماعي، أن يتحروا الصدق في نشر هذه الأخبار. الحمد لله قناة القرآن الكريم تحاول نعم القناة أن تحتوي هذه الأمور وأن تذهب بوسطية. نعم الحمد لله أنه هناك من، طبعا نحن لا نعمم، لأنه من الصحفيين من 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 ينشر المعلومة الصحيحة، من يريد أن يصلح ما يحدث في المجتمع من خلل، ما يحدث داخل الأسرة، لأنه كما ذكرت دعوة للأسرة كذلك، دعوة للأسرة حتى هي مسؤولة لا تتبع هذه الوسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تضعها قضية، لأنه أحيانا حتى للأسر الآن والأبناء يعني سمحهم الله، تجد يعني الأم التفهم أم أبنائها يعني تشاهد هذه يعني هذه قصص العنف، يعني حتى تصبح الأسرة يعني منبع العنف. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا بالنسبة للمرأة، قال لهم إذا جاءكم واحد دينه سليم، إنسان مؤمن يخاف ربي والخلق تاعه معروف بين الناس فزوجوه، ما ركزش على الجاه تاعه على المال تاعه على السلطه تاعه على ما عارفه وعلى علاقاته، لانه هذا بالنسبه للمراه. قالها المراه هذا الزوج المؤمن اذا رضي من المراه خلقا اكرمها، اذا لم يرضى منها خلقا واش يدير؟ يقبل منها خلقا اخر. فلذلك نلقاو اسباب هذه المشاكل هو الاساس تاع اختيار الزوج، سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل، الأساس إذا بني على أساس سليم اللي هو الدين والخلق، ما راهوش كما نقولوا الآن أنت قال جيتكم أنا جيت نخطب، إيه قال صح أنت شكون ما من وراءك؟ وش عندك؟ شحال عندك في الكونت تاعك؟ وهي وظيفتك لازم تكون مرتبة معينة، لا يسألون عن الدين وعن هذه الأخلاق. الأسر التي أصبحت تفكك اليوم طبعا مع الأسف. لذلك كما ذكرنا في الكواليس قبل قليل نجد الكثير من الأسر أسبوعين ثلاثة أسابيع نلقاو بداوا المشاكل فيها، يعني حتى أنه الزوج لم ما بداش يألف زوجته، الزوجة هذا قلت بسم الله بدأت تألف الزوج تاعها. فلذلك الأساس الديني اللي هو منطلق هذا العقد، نعم هو منطلق هذا العقد، لذلك سمى الله عز وجل ميثاقا غليظا، ميثاق لكن ماهوش مجرد ميثاق عادي اللي هو عقد يدير بين شخص، سمى الله عز وجل ميثاقا غليظا، وبالتالي هذا الميثاق لما يبنى هذه الأسرة لما تبنى بالأساس المليح. احنا خلينا نضرب مثال للناس تفهم مليح، عندنا منتج اسمه سيكا، هذا منتج يندار في الاسمنت حتى تقوي الاسمنت، انت نهار تروح تبني دارك تجيب السيمان وتشتري معه هذا المقوي وغيره من المقويات الموجوده حتى تثبت الدعامات اللي تبنيها. طبعا هذا بناء راح يطول،
انت راح تبني بناء معنوي، راح تبني المجتمع. لذلك هذه المشاكل التي تحدث داخل اسرنا، داخل اسرنا، ما راهيش فقط الاثر تاعها غير على الاسره، زوج وزوجته، تعود على الابناء، على الاباء، على المحيط. تستمر هذه الاسره في ظل هذا العنف. نعم. لسنوات، لانه الابن اللي يعيش في ظل مع باباته ويمات، غير المشاكل، غير وجع الراس، الكلام الذي لا يليق، الضرب، السب، الشتم، كذا. هذا الطفل واش راح نستناو منه؟ هل ننتظر من هذا الطفل ان يصبح سويا، ان ينشأ تنشئة سليمة مستقيمة؟ طبعا سينشأ في ظل هذا الجو المكهرب، وبالتالي سينشر وينقل تلك الاجواء المشحونة من الحقد، من الكراهية، من السب، من الشتم، من المشاكل التي عاشها، ينقلها الى اسرته مستقبلا، ينقلها الى المجتمعين، ينقلها الى بيئته التعليمية المدرسية. وبالتالي هذا الخطر ما راهوش خاص غير بالزوج وزوجته، وانما ينتقل الى افراد المجتمع جميعا. وأحياناً الخطر يعني. نعم، وأحياناً تكون الأسرة مستقرة ويسودها تسودها السكينة والمودة والرحمة، ولكن الأبناء ينقلبون على الآباء. هنا يعني المشكلة، ربما هنا مشكلة الأسرة، أنه الآباء دائماً المسؤولية، كل واحد عندما نقول يعني مسؤول مسؤول، ربما الآباء لا يحرصون أبنائهم جيداً ويأتون يعني من هذا بذور العنف من الخارج. أستاذي الفاضل، هنا يعني نقطة مهمة. شوفي، هو لما تكلمنا على الزوج والزوجة، لأنه في الغالب لما نحكي عن العنف الأسري يتبادر إلينا مباشرة الزوج وزوجته والمشاكل اللي يحدث بيناتهم، لكن العنف الأسري أعمق من هذا بكثير. صحيح، أعمق من هذا. العنف على الأصول. نعم. هذا عنف أسري، تحدثنا عنه. العنف على الأبناء هذا عنف أسري. هذا الأبناء لما يكبروا في وسط هذا الجو المشحون، سواء داخليا اللي قلنا بين الأب والأم، أو خارجي لما يرفضوا. طبعا لأنه الآن العنف أصبح للأسف، يعني نحكيه على العنف في المدارس، في الملاعب، في بعض المساجد، شفنا بعض المناوشات في برا في الطرقات، أنت تسوق في سيارتك ويجي واحد يتبلاك بالسيارة، هذا أيضا نوع من العنف. فهذا الطفل هو حمال يرفد، هو صفحة بيضاء، يبدأ يتعلم هذا الناشئ هذا يتعلمه من برا، يأخذه من برا. واحد من وسائل اللي يأخذوا منها معارفهم ومداركهم هي الأسرة، هي المدرسة، هو الشارع، الناس الكبار، الشلة والعصابة أو العصبة اللي يدور معها، الدلل الزائد من طرف الأب أو من طرف الأم اللي راح يولي خليني نقول عند أول عصرة ينقلب سحره على الساحر. وبالتالي الاهتمام كما يلزم الحال بالابن ولا بالبنت في مراحل عمريه معينه، خاصه نحكيو على مرحله المراهقه، لانه فيها المرحله اللي يتغير، يحس فيها الطفل بالتغير الفيزيولوجي، التغير المورفولوجي، وايضا التغير العاطفي والتغير النفسي. يبدا يدرك الاشياء التي حوله، يبدا يميل الى بعض التصرفات او تقليد الكبار، وهنا يبان الدور الحقيقي للوالدين. ولذلك لما حكينا على التكوين قبل الزواج، ايضا في تربيه الابناء مش شرط يروح يخضع الى دورات، ما هو شرط يعني يشارك في ملتقيات معينه، وانما على الاقل لما يطالع، كاين الان وسائل التواصل الاجتماعي، كاين اليوتيوب، كاين قنوات متخصصه في التربيه وتعطي تجارب وتعطي حلول، وبالتالي يعوض ما يبقى يتفرج في فيلم او مسلسل معين او يبقى مريح في الدار، فعليه ان يتجه الى بعض هذه القنوات. صحيح. وواحده من القنوات التي تعطي المفاتيح هي قناه القران الكريم، من خلال حصه مفاتيح وغيرها من البرامج التي تفيد. نعم. المجتمع. نعم، شكرا، بارك الله فيك دكتور عادل الحبيب. نعم. على كل ما قدمته، ونتمنى ان شاء الله ان هكذا كل واحد منا يعرف مسؤوليته ويتقي الله في الاخر، وتصبح اسرنا كما دعا الاسلام الى تكوينها. شكرا، بارك الله فيك. نعم. نلقاك ان شاء الله في قابل الايام. اذا مشاهدي الافاضل، سعدت بصحبتكم في برنامج مفاتيح هذه الامسيه، نترككم على خير وعلى لين. اسرتكم امانه، هي نعمه وأمانة من الله سبحانه وتعالى، فلنتقي الله في بعضنا.